أهلا بكم. وقبل التفاصيل، علم قبل قليل في العاصمة الإسبانية مدريد أنه تم إخلاء برج يضم عدة سفارات. حسب الشرطة فإن هذا البرج توجهت إليه الشرطة بعد إنذار بوجود قنبلة، وسنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في القادم من نشراتنا. والمغرب يتقاسم مع الفرنسيين والباريزيين مشاعرهم في فاجعة حريق نوتردام بباريس. جلالة الملك محمد السادس بعث ببرقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع الشعب الفرنسي الذي يعتبر نوتردام جزءا من رموز تاريخ فرنسا. وحريق الكاتدرائية، يضيف جلالته، لا يمس فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات الحمولة الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضا مكانا للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم. وعمر نوتردام، هذا السرح الأيقوني، يصل إلى نحو 800 سنة. وباريس أعلنت فجر اليوم أن الحريق أخمد بالكامل بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه. أنقذ ما يمكن إنقاذه. برج نوتردام البالغ ارتفاعه 93 مترا انهار لأن الحريق امتد بسرعة كبيرة جدا في السقف الخشبي للكاتدرائية. باريس الآن في مرحلة تقييم الوضع، تحقق في أسباب الحريق. وإلى موقع الحريق انتقل مساء أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبرة حزينة، وعد بإعادة بناء نوتردام وإشراك الفرنسيين في إعادة بناء هذه المعلمة التاريخية. جليلة بن فتان. واقع الصدمة لا زال باديا على وجوه الفرنسيين وهم يتأملون صباح اليوم بكل الحزن والأسى ما حولته النيران التي شبت ألسنتها يوم أمس بكاتدرائية نوتردام. الحريق الضخم دمر أجزاء كبيرة من هذه المعلمة التاريخية التي تمثل حمولة ثقافية ودينية يعتز بها الفرنسيون. لقد صدمنا، إنها 850 سنة من التاريخ. إنه حقا أمر مؤلم ونحن حزينون. هو رمز قوي بالنسبة لنا نحن الكاثوليك، خاصة خلال هذا الأسبوع المقدس. جئنا لعيد الفصح، فعلا رمز قوي، تألمنا لذلك. لا أستطيع تصديق، أنا فعلا جد حزين صراحة. أشعر أن باريس كلها تبكي الآن، ليس فقط أنا. وبعيد إعلان فرق الإطفاء إنقاذ الهيكل الرئيسي للكاتدرائية التاريخية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تفقد الكاتدرائية أن الأسوأ تم تجنبه، ووعد بإعادة بناء هذا الصرح التاريخي. أريد أن أقول هذا المساء قبل كل شيء، قلوبنا اليوم مع جميع الكاثوليكيين، ليس فقط في فرنسا بل في العالم، خاصة في هذا الأسبوع المقدس. أعرف ما يشعرون به ونحن نقف إلى جانبهم. وأساند جميع الفرنسيين والفرنسيات بالعاصمة باريس، وأؤكد لهم نوتردام المعلمة التاريخية لا زالت قائمة. الحريق الضخم الذي شب بكاتدرائية نوتردام يوم أمس وأدى إلى انهيار برج هذه الكاتدرائية الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا تجهل أسبابه لحد الساعة، لكن ترجح فرق الإطفاء أن الحريق مرتبط بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1991. وقد أعلنت عائلة الملياردير الفرنسي فرانسوا أنري بينو رئيس مجلس إدارة مجموعة كيركينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة، أعلنت هبة بمئة مليون أورو لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل. تلتها عائلة أغنو الفرنسية تبرعت بمئتي مليون أورو. ووطنيا في ورش إعادة تأهيل وتثمين معالم فاس العتيقة، جلالة الملك محمد السادس مساء أمس في فاس قام بزيارة مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج هذا الورش الكبير. أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال ترميم متحف البطحاء
وبناء متحف للثقافة اليهودية. جلالته زار أيضا حمام السفارين رمم بغلاف مالي تجاوز 9 ملايين درهم. زار جلالته أيضا فندق ستونيين رمم هو الآخر بغلاف مالي بلغ 50 مليون درهم. ياسين الجويندي من فاس. وفق رؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس لتأهيله وتتمين المدن العتيقة للمملكة، جلالة الملك قام بزيارة عدد من المواقع التاريخية التي خضعت لأشغال الترميم والتجديد بالمدينة العتيقة فاس، واحتشد الآلاف من ساكنتي المدينة العتيقة على طول المسار المؤدي إلى المواقع التي زارها جلالة الملك، من بينها حمام السفارين الذي تم ترميمه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يعود إلى فترة المرينيين. اللي هو دابا حدانا في السفارين حمام تصلح في المستوى العالي، يمكن يجيو الزوار يدخلوا له يعوموا فيه ويدوشوا فيه، وهذا ويمكن حتى الصناعيه حتى هما يدخلوا فيه ويدوشوا فيه. يجيو كيتحموا الصناعيه، كل اللي كيخدم ولا كيتعب ولا شي حاجه كان كيدخل للحمام، انه الحمام هو الطبيب الابكم وفيها مصلحه ديال العموم والاصلاح ديالو. دابا من الصحه عاوتاني بشكل اخر ترميمي حمام عتيق يرجع الى العهد المريني هو حمام صفارين، وكذلك اجريت الدراسات وتم هذا الترميم كما يعني حسب القواعد المرعيه بكلفه قدرها 9.6 مليون درهم. ونحن نعلم ان الحمامات يعني من علامات حضارتنا. كما زار جلالة الملك فندق ستونيين الذي تطلب أشغال إعادة تأهيله استثمارات بقيمة 50 مليون درهم، والتي مكنت من تحويل الفندق إلى مركز للابتكار وتبادل الأفكار المرتبطة بمهن الحياكة. هذا فندق ستونيين مبادرة مزيانة وصلحوا لنا ورجع مزيان وفيه صناعة تقليدية وكنبيعوا ونشريوا وكيدخلوا السياح الحمد لله. هذا كان شوية رايب خصو يصلح وصلح مزيان، دابا صلحوا الله صلحته الله ديل عطاونا عطاو الصناعة التقليديين كنمارسوا فيه الصناعة ديالنا التقليدية ديالنا. هذه البنية الأساسية ديال مدينة فاس كانت فيها 467 فندق في عهد المارينيين، جلها تهدم أو تأثر بعوامل الزمن، لكن الحمد لله تضافرت الجهود بين الوزارات وبين المسؤولين وبين المواطن وبين كل الفرقاء، والآن احنا كنشوفوا الأكل الحمد لله. كذلك فندق ستونيين الذي تم ترميمه في إطار برنامج هيئة تحدي الألفية بالتعاون مع الحكومة المغربية، والذي الان يأوي صناع تقليديين وصانعات، والان هو الان يشتغل. فندق ستونيين داتون دو 14 سيكل، لا اوسي لي ارتيزون ديجا ايل بينيفيسي دو لور لوكو، ارتيزون اوم اي فام اي جون، ديجا اي سون تران ترافاي دو سون فندق دون ان كليما تري اغريابل. وينسجم هذان المشروعان مع باقي المشاريع المنجزه والمرتبطه بترميم المآتر التاريخيه وتدعيم المباني الآيله للسقوط بالمدينه العتيقه، والتي همت ترميم 27 موقعا تاريخيا لا سيما المدارس والفنادق والاسواق. هذه المشاريع تأتي للنهوض بإشعاع المدينه العتيقه لفاس. وبجوار فاس الأنظار تتجه صوب مكناس، تستعد بعد لحظات لافتتاح النسخة 14 للملتقى الدولي للفلاحة. شعار سيام 2019 هو الفلاحة رافعة لخلق مناصب الشغل ومستقبل العالم القروي، نسخة تراهن على التشغيل في المجال القروي انسجاما مع توجهات الملكية ورهانات المغرب في هذا الباب. يحضر في مكناس نحو 1500 مشارك يمثلون 72 دولة ودولة سويسرا ضيفة الشرف. فتح أشب وعبد الله دهنوش من مكناس. هو موعد سنوي يعد من أكبر الفعاليات على الصعيد الإفريقي، الملتقى الدولي للفلاحة أعد على مساحة تقدر بأزيد من 180 ألف متر مربع، معرض خصص للفلاحة وللفاعلين في القطاع، والدورة تعتبر فرصة لمناقشة قطاع الفلاحة الوطني وبالخصوص سبل النهوض بالتشغيل في العالم القروي. سيدنا الله ينصرو على التعليمات ديالو العالية بالنسبة للشؤون القروية. يعني هاد الدورة 14 اخترنا باش المحور يكون هو
الفلاحة كرافعة و لخلق مناسب الشغل والمستقبل للعالم القروي. ولهذا احنا كنتسناو يعني خبراء على الصعيد الوطني والدولي باش نداولوا في هاد الموضوع. المعرض في نسخته 14 سيستضيف حوالي 1500 عارض يمثلون 60 دولة مشاركة، وضيف الشرف دولة سويسرا. وضيف الشرف عندها خبرة كبيرة في المداخل القروية، حيث يعني من بين البلدان اللي عندهم أعلى مداخل في القروية. الضيف اللي جاي حتى هو يعني بواحد الطاقم وواحد البرنامج اللي هو جد جد مهم. 6 أيام من عمر المعرض ستتيح للزوار فرصة اكتشاف مسابقات للسلالات المختلفة في تربية المواشي، بالإضافة إلى عروض في الرياضة الفروسية والعديد من الأنشطة الأخرى. وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة هبوب رياح جنوبية غربية قوية ابتداء من منتصف نهار غد الأربعاء وإلى الساعة 8 من مساء غد، وذلك في مناطق الحوز أزلال بولمان الراشدية فيجيك ميدلت ورزازات وتنغير. سرعة الرياح يتوقع أن تتراوح ما بين 70 و90 كيلومترا في الساعة، فالمرجو بالتالي الانتباه والابتعاد عن الأشجار والأعمدة. الرباط صباح اليوم مسيرة وطنية للممرضات والممرضين انطلقت قبل قليل من أمام مبنى وزارة الصحة نحو البرلمان. مطلبهم الأساسي التعويض عن الأخطار المهنية ومراجعة شروط الترقية. المسيرة التي دعت إليها حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب تتزامن مع الإضراب الوطني للممرضين، يضربون عن العمل اليوم وغدا باستثناء قسمي الإنعاش والمستعجلات في مختلف المستشفيات العمومية. لم يكن على استعجال وهو يختار أن يدير مقاولته الخاصة، فضل أولا التكوين في مجال اختاره عن قناعة، ميكانيك إصلاح السيارات. محمد أنباسو أحد أبناء وجدة، درس في مركز للتكوين المهني، بعد سنتين تلتها خبرة في سوق طرق بابا إحدى المؤسسات البنكية لإنشاء ورشته الخاصة. أسامة أفقير وعبد العلي عميراش من وجدة. محمد مبصو واحد من خريجي المؤسسات التابعة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل البالغ عددها على مستوى جهة الشرق 35. بعد تخرجه سنة 2015 أنشأ محمد ورشة متخصصة في ميكانيك إصلاح السيارات. الدبلوم فوتو في 2015 وخديته، والحمد لله من خديت داك الدبلوم لقيت راسي يعني زادتني واحد حاجه، داك الدبلوم زادني حاجه كبيره يعني. والشعبه اللي كنت باغيها من الصغر ديالي انني لقيتها، يعني هذيك الجره اللي كنت كنجري عليها من الصغر ديالي لهذا الوقت، يعني ما ربي ما خيبليش الامل ديالي. محمد مبصو خريجي يعني تاع التكوين المهني، وتا هو عنده ديبلوم في التكوين المهني، ويعني هذيك التجربه نتاعو اللي اكتسبها هو مع السنين حنا عاوتاني كيعاونا بالتجربه نتاعو، لحقاش المسائل التطبيقيه كتكون احسن من النظريه، فهمت؟ التطبيقيه كتعاون بزاف وخص التجربه، والتجربه كيعاونا بها هو السي محمد. محمد ولج قطاع إصلاح السيارات سنة 1997، بعد اكتسابه للتجربة طرق باب التكوين المهني لتطوير معارفه وقدراته. مي كيكون شي أمبان ولا كنحتاجوه كيجي عندنا المحل، وأنا كندير الدياغنوستيك بروغراماسيون أونكا كان ديفو ديالنا في الإلكتريسيتي حنا كنخدموه له، وإلا كان مشكل في لا ميكانيك هو كيقاد المشكل ديالو، وإنسان طيب مزيان. يذكر أن عدد خريجي وخريجات مختلف التخصصات والمستويات التكوينية بلغ 9157 خلال السنة الماضية على مستوى جهة الشرق. في السياق ذاته، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برمج إنشاء 23 مؤسسة جديدة في أفق 2021 على مستوى الجهة.
اتفاقية شراكة تهم التبادل الإلكتروني وقع أمس المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية. اتفاقية بموجبها ستخصص منصة رقمية للموثقين بالبوابة الإلكترونية للوكالة، ستمكن الموثقين من إيداع الملفات ووثائق التحفيظ وأداء واجبات التحفيظ العقاري إلكترونيا دون عناء التنقل. مريم أملال. التوثيق يدخل عالم التحديث والرقمنة بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تهم التبادل الإلكترونية بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية بتخصيص منصة رقمية للتوثيق بالبوابة الإلكترونية للوكالة، ستتيح للمرتفقين والموثقين خدمات سريعة. الموثق غادي يصبح من المكتب ديالو كيسجل عقود ديالو وكيمكن انه يقيدها في المحافظه العقاريه دون التنقل الى الى الى, إلى, إلى المحافظه. وهذا هذا من التوصيات اللي كانوا ديال اللجنه الوطنيه اللي كانت لمحاربه السطو على العقارات، واللي غادي تمكن كذلك انه توفر واحد العدد ديال الضمانات بالنسبه للتقييد ما بين المكاتب الموثقين وبين المحافظه العقاريه. Cela veut dire que du dépôt électronique du dossier jusqu'au paiement des droits de la conservation foncière en passant par la mobilisation des données liées au titre foncier ou au dossier cadastraux seront totalement digitalisées. باقة من الخدمات ستساهم في تأمين الوثائق ومبادلة المعلومات والمعاملات، كما سترفع مشقة التنقل عن مهني التوثيق إلى مختلف الأقطاب العقارية، إلى جانب ضمان شفافية معاملات التوثيق العقاري تحت إشراف وزارة العدل. اللحظة هي لحظة عندها دلالة تؤكد انخراط مؤسسة عمومية كبرى هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للموثقين للتبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات القانونية ضمانا للشفافية وتخفيفا للعبء على المرتفقين. إنشاء منصة رقمية للتوثيق إجراء جديد إذن لإتمام ورش الرقمنة وتعميم الطابع اللامادي للخدمات الإدارية كوسيلة لإصلاح منظومة العدالة خدمة للمواطن وحماية للممتلكات العقارية من السطو والاستيلاء. وفي الجزائر علم قبل لحظات أن رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز قدم استقالته إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وبلعيز من بين الباءات التي طالب الحراك الشعبي الجزائري بإسقاطها وتنحيها، إلى جانب بن صالح بدوي ومعاذ بوشارب. احتفلت طرفايا بالذكرى 61 لعودتها إلى حضن الوطن بعد نصف قرن من الاحتلال الإسباني. وفي الذكرى اللحظة كانت أمس بدلالة تاريخية ورمزية قوية استوجبت الاعتراف بما بذله نساء ورجال المقاومة من أجل الاستقلال. يوسف وشو والتعليق بصوت جليلة من فتان. في مشهد يشبه ذاك الذي عاشته طرفايا قبل 61 عاما، لحظة رفع العلم الوطني إذانا بانتهاء الاستعمار الإسباني وبداية عهد الحرية والاستقلال، في وقفة لاستحضار تضحيات رجالات المقاومة من أبناء الجنوب المغربي إلى جانب إخوانهم من باقي جهات المملكة. سيدنا رشح أبينا البشير الخضيم بوسام الملكي بدرجة ضابط، وهذا بالنسبة لنا كعائلة شرف كبير، والوالد بهذا التزويج بمناسب أعمال جليلة ومقاومة اللي قام بها الوالد. بالروح الوطنية وبالمواطنة الإيجابية اللي دائما كيعبروا عليها أبناء هذا الإقليم المجاهد والقبائل ديالو، واللي هما كيعتزوا وكيفتخروا بها الامجاد والروائع ديال الكفاح الوطني التي سطرها الاجداد والاسلاف والاباء من اجل ان تنعم اجيال اليوم والغد بنعم الحريه والاستقلال. ذاكره المقاومه بهذه الربوع تحفظ هنا بهذا الفضاء للذاكره التاريخيه حتى تظل شاهده على تمسك هؤلاء بوحدتهم الوطنيه في وجه التجزئه. نتوخى من زيارتها التذكير بالبطولات والأمجاد والتضحيات التي قدمها أباؤنا، وهي كذلك صون للذاكرة الوطنية.
نصف قرن من الاحتلال لم تنل من عزيمة هؤلاء المقاومين من اجتثاث الاستعمار الإسباني بهذه المناطق لتتواصل مسيرة البناء والنماء تحت سقف الوطن الواحد. واللحظة نصل إلى فقرة الثلاثاء نبض المجتمع، وترافقنا وكالعادة سعاد زيتراوي. أهلا بك سعاد. أهلا سناء. في نبض اليوم صوت النشاز في سوق مواقع التواصل الاجتماعي، شهرة، تشهير، أسرار بيوت، وأحيانا منصة لتصفية الحسابات. نعم سناء، كل شيء مباح في مواقع التواصل الاجتماعي، المكشوف والمباح في صفحات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية يستوقفنا اليوم في نبض المجتمع. الظاهرة بالفعل تضع المجتمع تحت المجهر يوميا، قصص وأسرار بيوت وتفاصيل الحياة الخاصة مفتوحة أمام العموم في شبكة تربط خيوطها الحابلة بالنابل، خيوط تخنق قيمنا. والأسوأ أن هذه الصور والفيديوهات على خصوصيتها تتحولوا إلى مادة إعلامية لبعض المواقع الإلكترونية، وهنا نضع كلمة مادة إعلامية بين قوسين لأنها تحتوي على كل شيء، على الفضيحة والتشهير والإساءة، إلا على قواعد المادة الإعلامية وأخلاقيتها. الروبورتاج لحسن الأحمدي. إن الظاهرة التواصلية هي معطى سوسيولوجي تحاول أن تعري عن الواقع المجتمعي. هذا الواقع زادت في إذكائه الشبكة العنكبوتية من خلال الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات بنشر الفيديوهات والصور الشخصية. مني كتسمع واحد طرف واحد من خلال واحد الشريط غادي تعقب على هذاك الشيء اللي شفتي. كاين واحد النوع ديال التشفي عند بعض المغاربة اللي كيعجبهم أنهم يتصنتوا الفضائح الآخرين ويحكموا عليهم بأحكام قاسية. إشكالات تخص الجنس والخيانة الزوجية والتفكك الأسري إلى غيرها من القضايا المجتمعية التي تحولت بفعل الشبكة العنكبوتية إلى قضايا تسيل لعاب البعض وتثير الفضول. تشويه السمعة لعدد من الناس لا ذنب لهم، إلا أنه هذه المواقع وهذه الصحف الإلكترونية وغير الورقية وما شابه لا تراعي الجانب الإثكس الأخلاقيات المهنة. هل الأمر هنا يتعلق بغياب الحس المهني عند بعض المواقع الإلكترونية، أم أن البيئة المجتمعية تعيش اليوم أزمة يتقاطع فيها الجانب التربوي والأخلاقي؟ هاد الناس هادو اللي كانت الان عندهم ردات فعل مثلا قاسيه مع المشاهير ولا مع شخصيات عموميه ولا كذا، خصنا نسالوا المجتمع، نسالوا هنا خصنا نسالوا الناس ديال المكلفين بالسوسيولوجيا ولا الناس اللي مكلفين بعلم النفس، يقولوا لنا علاش مثلا المجتمع المغربي عنده هاد رد الفعل انتقامي او هاد رد الفعل قاسي. مساله انتشار كل الشبكات الاجتماعيه وما يكتب فيها من انتهاك للخصوصيات، هذه مؤكد الناس تأثروا بذلك. بين الشخصي والعام نسجل إدانة جماعية لرواد النت وتفاعلات تكاد تخرج عن نطاقها. يحدث هذا في مجتمع يعيش مرحلة انتقالية تؤطرها تكنولوجيا الاتصال. وأحيانا هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الاتصال، أصفها بتكنولوجيا موحشة جدا، لأننا لا نستغل هذه التكنولوجيا بالشكل الأمثل، والأسباب عديدة جدا سعاد. وهنا يمكن أن نطرح أسئلة، هل نحن أمام مرض مجتمع أم هو الوجه القبيح للتكنولوجيا؟ أسباب كثيرة تقف خلف الظاهرة، المحللة النفسية غيثة العالمي تحاول أن تذكر بعضا منها. الحياه النفسيه اللي واقع ان مجموعه من الناس كيجبروا دي فيديو كيداولهم بلا ما يفكروا، هذا اولا، يعني داكشي كيمشي بواحد السرعه اللي هي مهوله. ثانيا بزاف الناس كيطلقوا احكام مسبقه، يعني ما كيعرفوش الشخص، ما كيعرفوش الحقيقه ديالو، وكيشوفوا يعني هذوك لي فيديو وكيطلقوا احكام. غالبا ما كاين جوج ديال الاسباب، اما كاين واحد غنقولها واحد الجهل، يعني ما كنعرفوش الشخص وحنا كنحكموا عليه، يعني هذا كنجهلوا الحقيقه ديالو. والحاجه الثانيه هي الغيره، لان حتى الغيره كتخلي ان الناس يعني كيكون مثلا جوج الاشخاص ما بيناتهم حتى شي حاجه، ولكن مجرد ما كيتجبد هذاك الشخص يعني كيتم عليه اطلاق واحد العدد بزاف 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 الحوايج اللي هي سلبيه. يعني ما كنشوفوش الجانب الايجابي، ما كنشوفوش الحقيقه ديال داك الشيء اللي متداول. والغيره كتدفع بزاف ديال الناس انهم كيحكموا وكيبداو يتداولوا هذوك لي فيديو، ولكن ما كيفكروش ان ملي كيديروا هذاك الشيء راه كيضروا هذاك الشخص وكيضروا الوسط العائلي ديالو وكيضروا ربما يعني الناس اللي دايرين به.
أقف عند نقطتين أشارت إليهما المحللة النفسانية، غيتا العالمي، هناك الجهل وهناك أيضا الغيرة، وهناك أيضا حب، يعني أصبحنا فوضى عداد المشاهدات، باسم هذا العداد بات المستباح كل ما هو خارج نطاق القيم فهو مباح. أيضا كلمة التشفي التي وردت في الروبورتاج تدخل على خط الأسباب، هي أيضا عوامل مرتبطة بثقافة المجتمع، بالأسرة، بالتربية، بمفهوم الحرية الشخصية. وعندما تصبح الحياة الخاصة للإنسان في مرمى سهام التشهير والابتزاز، هنا لابد من رادع، ولا رادع أقوى من القانون وتطبيقه. ولابد هنا أن نذكر بالقانون الجديد، قانون 133 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، أيضا وحماية خصوصية الأشخاص. عقوبة حبسية تبدأ من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 2000 درهم إلى 5 ملايين سنتيم، هي عقوبة كل من قام عمدا بتسجيل أو بث أقوال ومعلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها. بالإضافة إلى القانون، سناء، قبل يومين فقط عقد رئيس مجلس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اجتماعا مع ممثلي شركة فيسبوك من أجل تدارس مجموعة من الآليات القانونية والعملية لحماية المعطيات الشخصية. تتفقين معي سناء أنه تبقى سلطة العقل وسلطة الضمير أولا، ثم سلطة القانون ثانيا، هي الرادع لظاهرة انتهاك الحياة الشخصية ونشر غسيل الناس دون وجه حق. وأحيانا هناك أشخاص يفضلون نشر غسيلهم بأنفسهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي صحيح. باتت أحيانا مساحة بيضاء لتصفية الحسابات أحيانا. شكرا لك سعاد، اللقاء يتجدد بك في نبض جديد للمجتمع الثلاثاء القادمة إن شاء الله. نلتقط الأنفاس في الظهيرة بصفحة ثقافية تقودنا إلى رباط على خشبة مسرح محمد الخامس، العرض ما قبل الأول لأوبرا توسكا. معك محمد القنت. عن مسرحية للكاتب الفرنسي فيكتوريان ساردو، أبدع جوكومو بوتشيني أحد رواد المدرسة الواقعية في الموسيقى الرومانسية عملا أوبيراليا عظيما يحمل اسم بطلة العرض توسكا، والذي يعيد الجوق الفيلارموني للمغرب تقديمه لجمهور الرباط. سعداء لتقديم أوبرا توسكا للمرة الثانية بعد أن قدمناها سنة 2011، واليوم نقترح على الجمهور ديكورا عصريا ومختلفا. ثلاث شخصيات درامية أساسية في هذا العمل الأوبرالي هي ماريو الرسام العاشق، ثم فلوريدا توسكا مغنية الأوبرا، فاسكاربيا رئيس البوليس الذي يمثل الجانب الشرير. إنه أول دور لي في هذا الصنف من الأداء الأوبرالي، فهو ليس بالدور الطويل من حيث المدة، لكنه صعب وخاص جدا، ويتيح لي الفرصة لأداء أدوار أخرى كبيرة في المستقبل، فلهذا فهو مهم جدا بالنسبة لي. روح توسكا حاضر بشكل جلي في هذه الصيغة الجديدة للعمل، على خلاف عرضها الأول سنة 2011 حيث تم تنقيح العمل وإعطاؤه حلة جديدة عصرية. هذا العرض الأوبرالي الميلودرامي الذي قدم لأول مرة سنة 1900 في روما ما زال يحتفظ بنفس الروح الإبداعية وهو يسافر عبر الزمان والمكان. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة: حزن في فرنسا وتضامن واسع مع الفرنسيين بسبب كارثة حريق نوتردام. بعد 15 ساعة من اندلاعه، أكدت باريس فجر اليوم أن الحريق أخمد تماما وبالكامل. انهار برج الكاتدرائية وسقفها الخشبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عين المكان أكد أمسي أنه سيتم إعادة بناء نوتردام، هذه المعلمة التاريخية التي تمتد ل800 سنة، وإشراك الفرنسيين في إعادة بناء صرح أيقوني. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عرض ظهيرة. يمكنكم أن تتفضلوا بالولوج إلى موقع القناة أو تطبيق القناة ميدوزام لمزيد من الأخبار. النشرة القادمة أمازيغية في 8:15 مساء، أنف صواغ الليلة مع إحسان بن بل، والمسائية في 9 ليلا مع هشام الغرفوي. أعود وألقاكم غدا بإذن الله.